في إطار مكافحة الإجرام واللصوصية وبناء على معلومات واردة إلى أفراد فرقة الإقليم الدرك الوطني بجامع، مفادها وجود شاحنة تحمل ترقيم إحدى الولايات الشمالية كانت قادمة من الجنوب، يحتمل أن يكون على متنها مواد ممنوعة، وبعد التنسيق مع أفراد أمن ودائرة الجامعة من أجل وضع نقاط مراقبة في مختلف الممرات الإجبارية على مستوى الطريق الوطني رقم 3، وبعد التفتيش والمراقبة الجيدة للمركبات تم توقيف شاحنة من نوع سوناكوم بيضاء اللون، وبعد مراقبتها على مستوى السد تم العثور على صفيحة من المؤثرات العقلية تحت مقعد السائق، يتم مباشرة توقيفه وتحويل الشاحنة إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجامعة، وبعد التفتيش الدقيق تم العثور على كمية من المؤثرات العقلية تقدر ب 41670 قرص مهلوس كانت مخبأة بإحكام في تجاويف خلف المقاعد. الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بجامعة تحقق في القضية وسيتم إحالة المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة جامعة بعد الانتهاء من التحقيق.